السلام عليكم. Maman, elle est l'article leçon 10. On va attaquer l'accroissement total ou différentiel total. قبل ما نحكي وعشي هذا توجور نبدأ بأمتي رابل شكون اللي ذكرنا وش معناتها دي إيجراك وش معناتها دي إكس وش معناتها دلتا إيجراك وش معناتها دلتا إكس هذا ليتا دي فونكسيون دي سيل فاريابل شفيتوا عليها ولا لا؟ قولوا ايه ولا لا؟ ايش؟ اوكي سامحوا أنا نرسم أنتم قولوا لي وش هو باش نحكي الـ X الـ الـ quantity اللي حكيت عليهم قبيل مش لازم يكون عندي لازم أول شيء باش نحكي الـ quantity تاع قبيل لازم يكون عندي ان بوان في لاكور تاعي اللي تكون عنده فلابسيس X والصورة تاعو وش راح تكون F2 X أو بيان Y هذا ان بوان A باش نحكيو على زاكروسمون من قبل رسمنا الرسمة هذه إذا شفتي هذا سي لا ليني tangente. قلنا تشوف اي كلام هذاك الوقت حكيت لي عليه قلت لي دي اكس هي نفسها دلتا اكس كي ندير ان ديبلاسمون ان ديبلاسمون دلتا اكس ولا دي اكس هي لا ميم شوز في الاكس اوكي باسكو عندي ان سيل ديبلاسمون بار كونتر لو ديبلاسمون هذا Toujours les variables indépendantes. Ça, c'est une variable. Ça, c'est une variable indépendante. Mais tu attends, tu attends la chose autre. Alors, c'est le déplacement. راح يعطي لي نقطة جديدة يلي الفاصلة تاعها تكون x plus dx باقي نعود في x نفضل dx على دلتا x والصورة تاعها راح تكون f dx plus dx إذا هذا سميته y وهذا راح نسميه دلتا إيكراك الصورة هذه راح تكون تو سامبلومون إيكراك وزدنا لها دلتا إيكراك ولا التغير اللي صار اللي قابل للإكس راح نسميه دلتا إيكراك تو سامبلومون فكروني دوكا دي إيكراك وش هي حكيت لكم انا على دي إكس حكيت لكم على دلتا إيكراك حكيت لكم على دلتا إكس حكيو نتوما على دي إيكراك وش نقصدوا به هاي دي إيكراك واش نقصدو به
نسيته. هذا النقطة هذا هو الدي إجراك. الدي إجراك هو البعد ولا الشيء اللي ارتفع به، اللي ارتفعت به لا طونجونت تاعك. دوك تركزوا لي غير على المنطقة هذه، سيلفو بلي نرسموها وحدها باش تفهموني مليح. دينا بان بوان ا، مشينا هنا بدي اكس، الدي اكس هذا اعطالي ارتفاع، ارتفاع اللي هو دلتا إجراك، والارتفاع الكلي حتى لهنا اللي هو دي إجراك. ونعرف احنا انه اذا الزاوية اللي سميناها الفا، نعرف في الاشتقاق انه التونجنت الفا هي نفسها اف بريم في الاكس، بس ما تنساوش النقطة هذه الفاصلة تاعها واش كانت اكس، اوكي؟ ولا هي دي إجراك سير دي إكس. يا أخي تذكروا قلتكم دي إجراك سير دي إكس تشوفوه ككتلة واحدة، تشوفوه كرمز واحد، ما تشوفوش كقسمة، أوكي؟ يعني المشتقة. دلتا إجراك هو لاكروسمو، وش يمثل؟ يمثل f ل x plus delta x ناقص f ل x، f ل x. par contre dy دوك نتفاهموا عليه وش هو، وش نسميه، ماشي وش هو، وش هو وباين في الصورة، وش هو dy؟ من فضلكم dy وش هو؟ دي إجراك هو البعد هذا من المشتقة، دي إجراك هو ارتفاع لطنجنت، اه الارتفاع اللي ارتفعت به لطنجنت، برافو. هنا في الإكس لطنجنت كان ارتفاعها صفر بالنسبة للمستوى هذا، من فضلكم. ايه اوكي، الور عندما مشيت بالدي إكس الدالة ارتفعت بدلتا إجراك، ولا طنجنت ارتفعت بدي إجراك، أوكي؟ من الصورة مبين إذا سميت هذا الجزء الأحمر ك، من الصورة دلتا إجراك تاعي هي دي إجراك ناقص الكا. حسبه، ولو كانت تكون، لو كانت تكون المعادله تاعي الجراف تاعي اعلى من الاخر، راح هذه ناقص راح ترجع زائد، تسمى ديفون جوها ناقص ديفون زائد، ما تهمناش. والدي إجراك تاعي وش هو كا استاذ؟ كان هذا الجزء، هذا الفرق الصغير اللي بين دلتا إجراك ودي إجراك، الفرق بين دلتا إجراك ودي إجراك. ايه من جهة، ومن جهة أخرى احنا نعرفوا بلي دي إجراك تاعي تو سامبلومون وش هي؟ هي المقابل في المثلث هذا، المقابل لا طونجونت تسمى اف بريم دي إكس، هي المقابل اللي هي دي إجراك على المجاور اللي هي دي إكس. تقدر تكتبها على الشكل اف بريم دي إكس دي إكس. واضحة هذه الضرب لحد الآن ولا لا؟ مش ما كان سؤال باش عاود لهنا أستاذ في التمثيل هذا تاعنا. أوكي. البوان أ والارتفاع. أوكي. معز. وراح محمد الساعة، محمد عندي بزاف ما شفتوش وراه. ما ملي التست ما جاش.
هذه الرسمة شيء أك مركز عليها مليح. الرسمة هذه الدبلة اللي بالأزرق، أوكي، هذه احنا عاد نرسمها لتحت سيلفو بلاي. ركز معايا، أوكي. وش عندي؟ عندي نقطة ومنحنى ومماس، أوكي. عندي نقطة من المنحنى A اللي كانت متواجدة على أي فاصلة؟ متواجدة على الإكس. الإكس كان عندها كذا ارتفاع اللي هو إيجراك، ما يهمنيش، تفهمين؟ وش درت البوان هذه؟ مشيت ولا أزحتها بدي إكس، بان دي بلاسمون سميته دي إكس، ولا سميه دلتا إكس، كيف كيف، المهم غيرت فيها، أوكي؟ غيرت موضعها. أكيد ما تنساش كان عندك أن جراف وكانت عندك أن تانجونت. يا أخي هذا الدي إكس هذا وش هي النتيجة اللي خرج، وش هي النتيجة اللي ظهرت منه؟ ظهروا منه زوج حوايج، أنه الدالة تاعك كانت في المستوى هذا رجعت في المستوى هذا، معناتها انتج منه دلتا إيجراك، دلتا إيجراك، وانتج منه ثانيتك، خلينا ندير بالأخضر دي إيجراك. كيف في النقطة هذه كانت الدالة والمماس في نفس المستوى يا أخي، ساعة ما ديبلاسيت بدي إكس رجعت الدالة في مستوى والآخر في مستوى. هذا الأخضر الارتفاع اللي ارتفعت به نقول أنت المشتق المماس سميته دي إيجراك. دي إيجراك، أوكي. المثلث هذا نعود نرسمه هنا باش نعلي يجيب شوي. مثلث هذا القائم الزاوية هذا، وهذه النقطة A، هذا دي إكس، وهذا الارتفاع كامل راح يرجع دي إيجراك، أوكي؟ دلتا إيجراك أو جزء منه برك. وهذه الزاوية ألفا، إحنا نعرف باللي التانجونت ألفا هي نفسها ميل المماس، ونفسه إف بريم لإكس. ميل مماس. على إكس باسكو الـ A راهو في الإكس، أوكي؟ إيه. ونفسه هو المقابل المجاور، معناتها تقدر تكتب دي إيجراك على الشكل اف بريم اكس دي اكس، اوكي؟ اوكي اوكي هذه من جهة، من جهة أخرى مبين أنه دلتا إيجراك تاعك ما تساويش دي إيجراك، صح ولا لا؟ ما تساويهاش. وش كان؟ هي دي إيجراك وكان فرق صغير بيناتهم. في الحالة هذه دي إيجراك هي الأكبر، معناته هي دي إيجراك ناقص شوي، بصح كان حالات أخرى من الرسم يخرج العكس، دي إيجراك أصغر ودلتا إيجراك أكبر، أوكي؟ على حسب الحالات، على حسب المنحنى كيفاه كان مقوي. لو كان يكون عندك منحنى كيما هكا وتخير الآ تاعك هنا المماس راح يكون تحت المنحني ماشي اعلى المنحني، ما تولي الاكس هنا، هنا اكزاكتومون، هنا عندي بلاس مود تاع دي اكس، راح يعيش عندك دلتا ايجراك اكبر من دي ايجراك، اوكي؟ هو هذا هو المثال المليح، بس مش مشكلة، هنا ناقص ولا زايد مش راح تهمنا، أوكي؟ أوكي. معناته دلتا إيجراك تاعك تقدر تسميها على الشكل، ولا تقدر إف بريم دي إكس، دي إكس، موان كا ولا بليس كا على حسب لو كا، أوكي؟ هاد لا كونتيتي هادي اللي هي دي إيجراك، هذا نسميوها لا ديفيرونسيال. الديفيرونسيال نحيف نبط كمان، اوكي، معناته الارتفاع لا ديفيرونسيال تو سامبلومون وش هو؟ هو هذاك التغير اللي راح يصير في المستوى تاع المماس اذا ديبلاسيت بالنقطه بدي اكس، اوكي؟ لا ديفيرونسيال هي دي اي كي، سي بون، وصلت الفكره شويه؟
وصلت. املح. نزيدو نحكيو شوي في الكا هذا سيلفو بلي. الكا هذا حبيت نفصل فيه شوي. شوف الشيء اللي نقدر نلاحظه. نعاود الرسمه. زيادة هذه دلتا إكراك زيادة إكراك أنا هي دلتا إكراك الدلة ولا الدلة شو الصوت هذا اللي راح تعود معايا كامل ايه شي هذا الصوت تاعي راه متعود ولا ما مش فاهم ما سمعتوش انتم بقى الصوت واحد هو سمعنا استاذ ما عرف الله ما فهمت ليسونسيال في الرسمه هذه هذا الديبلاسمون دي اكس دي اكس تقول دي اكس ولا دلتا اكس ما عندناش عندنا ان سول ديبلاسمون باسكو هذا هو اللي بروفوكي كلشي عندنا ان سول ديبلاسمون يبروفوكي دوتر ديبلاسمون هنا دلتا ايكراك وانا حبيتكم تركزوا لي على هذا على الكا هذا شوفوا مليح لو كان نبدا من البوان هذا ونرجع للاكس بخطوات متساويه واش تلاحظوا هنا خطوات متساويه واش تلاحظوا في الكا كيف راهو صغار صغار بسرعه ولا لا عاود تراوسه كنت هنا في البوان هذا تاع اكس بلس دلتا اكس ها راح يقابلوا ان ديبلاسمون ك فرق بين فرق بين المماس والمنحني ك لو كان تبدا من هذه النقطه وترجع للاصل تاعك منين جيت بخطوات متساويه ما نهبطوا الكيونس اكزاكتومون راهي هدرتكم باهيه واش تشوفوا انه الك راح يقول الصفر قبل دلتا اكس ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ناتو الكا يتسارع بكثير يتسارع بسرعه اقل من دي اكس قلت اقل من دي اكس اسرع من دي اكس اوكي؟ بعباره اخرى رياضيا من هنا لو كان نهز ك على دي اكس ندير لها لا ليميت تاعها عند ما دي اكس تقول الصفر تشوف وقت راح تقولوا حالة عدم التعيين عند ما اكس دي اكس يروح للصفر هذا يروح للصفر وهذا يروح للصفر صح بصح انا عندي معلومة ديجا من الرسمة انه تسارع تاع هذا راه اكبر من هذا فرايكم حالة معناته هذا الصفر راهو اللي في البسط راهو اقل من الصفر اللي في المقام بكثير معناته الناتج في الشرح يكون صفر توافقون الرأي في هذه؟ عاود ترى استاذ عاود لنا الشيخ هذه الاخرى اوكي اول شيء فهمت اول شيء الكل مقتنعين باللي الكا راهو يقول الصفر بسرعه اكبر ما تقول دي اكس للصفر تما اول الكا اسرع من دي اكس كما يروح للصفر اكزاكتومون مايز هذه كامل مقتنعين بها؟ يا استاذ اوكي حلو انا كي نجي نحسب بك لا ليميت هذه راح نطيح قدام الحمد لله
دامي فورم انديتيرميني يلي هي 0 سير 0 علاه باسكو اذا دي اكس راحت للصفر ما ملقى يروح للصفر بصح انا هذه متاكد بلي لا ليميت تساوي الصفر علاه باسكو الكا تاعي خلي نقولوا القوس وصل 10 ناقص 20 الاكس ما بقى قادر يوصل 10 ناقص 10 ولا ما ليش انا اوكي هذه راح تبقى لي 10 ناقص 10 معناته هذا الناتج وش هو صفر كيما كنا نديروا الان اكس على اكس ايه طلع الصفر هذا يروح للصفر باسكو المقام تما تخيلوا الباس تاعك مراهو براسكو وصل للصفر شوفوا هنا براسكو وصل للصفر بصح دي اكس تاعكم ما زالت بعيده على الصفر صح باين باللي اذا حكي الصفر قسمته على عدد راح يعطيك صفر واضح ولا لا واضح اوكي هذه المعلومه تفيدني بزاف بزاف هنا مش راح ندخل في التفصيل تاعها بصح من بعد في الكور تاعنا مش الحصه هذه الحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا الفائده تاعنا دقيقه برك كانت عندي دلتا اي كراك واش تساوي تذكروني اف بريم دو اكس دي اكس موان كا نقدر نكتبها موان ايبسيلون دي اكس بحيث ايبسيلون هو كا سير دي اكس اخي نفس الشيء ما غيرت ولا شيء علاوة باسكو الابسيلون هذا نعرف لا ليميت تاعو لو كتبتها بالشكل هذا ما كتبتهاش بالشكل الاخر باسكو هنا عندي معلومه تفيدني بزاف بزاف لا ليميت تاع ابسيلون اللي هو هذا المقدار عندما دي اكس تساوي الصفر هو يساوي الصفر سي بون خلاص كي تعودوا تشوفوا الكتيبه هذه مالا الكتابه هذه تعودوا تقدروا خطره اخرى تتخيلوها هندسيا وش يقصد بدلتا ايكراك وش يقصد بدي اكس وش يقصد بابسيلون وباف بريم اوكي بحيث هذا المقدار لا ديفيرونسيال نسميوها دي ايكراك الدراسه هذه تاع الكالكي ديفيرونسيال من بين استخداماته ولا تطبيقاته انه يستخدم في التقريب نقدر دلتا ايكراك هذه نعتبرها بالتقريب هي اف بريم لاكس دي اكس ونهمل الطرف الاخر بصح بشرط لازم نبقى لازم نبقى اوفوازيناج دو اكس احسن تقريب للدالة في نقطة هو المماس اللي مر بهذيك النقطة خلينا نزيد نعد الرسمة له اكس ايكراك لو كان نقعد في الفازيناج تاع ا نشوفوا انه الفرق بين الداله والمماس مش كبير معناتها الخطا راح يكون صغير بعباره اخرى عندما نمشي بدي اكس الارتفاع تاع دلتا ايكراك ولا دي ايكراك راح يكون بالتقريب نفسه ولا لا هذه الميزه تخليني نستخدم الشيء اللي حكيناه درك في التقريب واستخدمناه من قبل في التقريب اذا تشفاو ما باش درنا ليزرسيس نسيت درنا اف اكس
بلك درنا اف اكس تيقال اكس او كوب وقلنا واش اذا حبيت نلقى 4.01 للتكعيب. لاحظوا بلي 4.01 مش بعيدة عن 4 خلاص في جوار 4 و اف ل 4 سهلة للحساب بس كيف تساوي 4 للتكعيب 4 للتربيع تعطي لي 64 اوكي ايه ونشوفوا باللي الفرق بين 4.01 و 4 هو 0.1 يلي يمثل دلتا إيجراك. هذا الفرق بين الدالة صح ولا لا؟ العفو هذا سي دي اكس اوكي هذه اف لي اكس عندك نقطة في الربعة ونقطة أخرى في الربعة 4.01 بيناتهم شو راح يكون؟ دي اكس. احنا نعرف كل دي اكس راح يولد معه دلتا إيجراك وبيا دي إيجراك. الدلتا إيجراك ننسوها خلي نركزوا على دي إيجراك اللي راح يولدوه. دي إيجراك مش يساوي أعطوني العبارة F prime dx dx F prime dx وش هي؟ 2x مربع ما تنساوش احنا رانا على 3x مربع 4 × 16 × 3 = 32 48 الدي اكس الانتقال اللي مشينا به من 4.4 وهي 0.01 حساب سهل 0.48 اوكي شوفوا اسكو 4.01 بعيده بزاف على 4 ولا قريبه قريب معناته اسكو راح يكون فرق بين الدي ايجراك والدلتا ايجراك راح يكون هذاك الفرق الكبير صغير راح يكون صغير تسمع نقدر من هنا نستنتج دلتا ايجراك بالضبط هي 0.48 مليح وش لقيت لقى في رايكم؟ استاذ خاصنا دقيقة برك نكمل شوف الارتفاع عند الأربعة لقيناه 64 عندما نمشي بدي اكس 64 هذه راح ترتفع بقده 0.48 يعني الصورة هذه يعني الصورة 4.01 هي 64.48 ولا بعبارة أخرى 4.01 للتكعيب راح تخرج بالتقريب 64.48 تقدر تحسبوها أنا بالكالكيلاتريس نفس الشيء وش الفائده اللي خرجت بها؟ اني عوض ما نظر ب 1 في نفسها 3 مرات رحت استخدمت هنا راني كثرت الحديد بس انت وش راح تدير؟ تلقى دي 0.1 تلقى 48 تضرب 0.64 وانت تحصلت على النتيجه معناته احسن ما تروح تلجا نتيجة أسأل العملية أصعب منها. أوكي ذوق شكون عنده سؤال قول لي راح يقول لي قبيل وبس. أيوة.
في فايده نخرج منها منا وانا جهه كنا وانا جهه وصلت البيل باش انا الفايده اللي خرجنا منها منا والله مانيش نسمع فيك ملاك الفايده اللي خرجنا منها منا الفايده قلت لك روحي احسبي لي 4.01 اوكي ديريكت ماشي ديري وراه الاسهل هذه ولا في العمليه اللي خدمناها خدمنا اف بريم في الربعه اللي هي 3.48 وحكمنا اف بريم بالربعه ضربناها في دي اكس فاصل 48 بعد زدنا لها 64 ورا تفضل هذه ولا هذه الاولى الاولى خلاص انا نفضل الثانيه دوك نعطيك ما لما بس هذاك ما بقاش الوقت بقات 7 دقائق مي كومام نقدر نحكي شوي في لو كات تاع بليزير فاريابل وخدم لي طب الطريقه الاولى وانا نخدم بالطريقه الثانيه متفاهمين كي تعود عندك ان فونكسيون خرجنا لكم الرابير دوك نشوفوا كيف كيف لو كا دو بليزير فاريابل يا ناس كي عود عندي ان كا دو بليزير فاريابل خلينا نبسطو شوي برك نديرو اكس و ايغراك باسكو دو فاريابل نقدر نشوفوهم بالعين النقطه واش راح يكون عندها نقولو نقطه من منحني احداثيات يكون عندها مماس كيفان مماس هذا تاعها راح يكون عندها مستوي ما هي حقه بليزير فاريابل ومستوي في ليكا تاع دو فاريابل بلان كي بليزير سميه هيبر بلان ما نشوفوش ما نقدرش نشوفوه ليسونسيال هذه النقطة هذه في جوارها في جوارها نقدر نعوض المنحنى بالمستوي ولا لا؟ مش راح يكون عندي ايرار كبيرة ايه هنا لي ديبلاسمون النقطة تاعك كانت في احداثيات ما يلي هما اكس و ايغراك عندما تنتقل لجوارها واش لازم تدير لازم تدير دو ديبلاسمون لازم تدير دي اكس وزيدو ودي ايغراك ولا دلتا اكس ودلتا ايغراك سي كيف كيف لو كا هذا باسكو لي فاريابل سون انديبوندونت معناتها لازم تمشي في الاتجاه هذا بار اكزومبل وفي الاتجاه هذا واسكو الاتجاه هذا متعلق تمشي كيما حبيت يا اخي دلتا اكس ما دلتا اكس واحد ما يفرض عليها مقدارها ولا دلتا ايغراك سون دي فاريابل انديبوندون تمشي كيما حب دلتا اكس تمشي كيما تحب ودلتا ايغراك تمشي كيما تحب على جلت هذيك دلتا اكس نقدر نسميوها دي اكس ودلتا ايغراك انا نسميوها دلتا ايغراك ولا دي ايغراك سي كيف كيف بصح في لو كا تاع اون سول فاريابل لا دلتا ايغراك ما الايغراك ما كانتش اون فاريابل انديبوندونت كانت اون فاريابل ديبوندونت دوك اللي رجعت عندنا ديبوندونت وش هي يا الزاد في لو كا هذا الدي زاد مش راح يساوي الدلتا زاد الدلتا زاد هو التغير اللي صار في النقطه الجديده وشو هما الحالات اللي تساووا فيهم وسطه؟ وش هما؟ دي زاد ودلتا زاد ما يتساووش
باسكو دي زاد راح تكون نقطة من المنحني والدلتا زاد راح تكون نقطة من المستوي في الفضاء. ما نقدرش لو شوف تخيلوا نجيو في الوضعية هذه ونشوفوا راح نشوفوا هك المنحني تاعي هكا وراح نشوف المستوي هذاك كينقابلو كشغل خط. انت كنت في النقطة هذه خلينا نرسم رسمة أخرى باسكو هذه ما جاتش مليح. انت كنت في النقطة هذه من بعد رجعت للنقطة هذه هذه كانت زاد هنا رشيت عندك دلتا زاد رابور المستوى هذا بس دي زاد هبطت غير بالمقدار بس المستوى هبط غير بالمقدار هذا في لكا دو بليزير فاريابل الوقت ما بقاش بقات لي دقيقتين ونص عندكم هذا بحث ليكم بنفس الطريقة اللي استخدمتها من قبل تحاولوا توصلوا لي لهذه العلاقة أنه دلتا زاد يلا دير في بارسيال بارابور الإكس في الدي إكس زائد لا دير في بارسيال بارابور الإيغراك في الدي إيغراك زائد إبسيلون أ دي إكس زائد إبسيلون دو دي إيغراك بحيث إبسيلون أ راه يتعلق بالدي إكس وبالدي إيغراك كيف الإبسيلون دو عنده علاقة بالدي إكس والدي إيغراك والميزة تاعهم أنهم يقولوا للصفر عندما الدي إكس والدي إيغراك تقول للصفر يتميزوا يبوها شيخ ايه ديروها بحث وتبعثوها لي انه لا ليميت تاع ايبسيلون ا ولا ايبسيلون دي دي اكس صفر ودي ايغراك تقول الصفر يروحوا للصفر. واش درت له معناته الارتفاع ولا التغير في دلتا زاد او يعطيك التغير في المستوي طانجون زائد فرق صغير اوكي وهذا هو اللي نسميه ديفيرونسيال توتال هذا نسميه ديفيرونسيال توتال كهذا ونرمزه له بالدي اف وفي التقريب نقوله دلتا زاد هي بالتقريب دي اف هذه مقارنة بين لو كاتا بليزير فاريابل ولو كاتا دون سيل فاريابل باش نكملوا الخطرة الجاية ان شاء الله سيلفو بلاي ديروا لي بحث صغير على هذه العلاقة ونتفاهموا عليها الخطرة الجاية استاذ تحط لي كور الليلة شوف البي دي اف انا حطيته والكور ان شاء الله راني عقاب ونتريتي فيه ونحطه بربي ان شاء الله الليلة ان شاء الله يا رب انا نتريتي فيه الاخر تاع